السلام عليكم خاوتي. اليوم الفيديو الاخير على الرحله تاعنا تاع جانيت. راح نهضر لكم كيفاش عقلنا سيجور تاع 9 ايام، وين كنا باتوا، كيفاش كنا نديروا لي بونط، واش كنا ناكلوا، كيفاش كنا نديروا القصره العشيه، كيفاش كان التاي مع التوارك. ريحوا معنا تشوفوا الفيديو هذا. راح نبدا نهضر هنا على حاجه معروفه بزاف في الصحراء، واللي هي التاي تاع التوارك. كل يوم مور الغداء ومور العشاء يطيبوا لنا تاي، وكانوا ديما يديروا زوج، واحد بالسكر وواحد بلا سكر. هما توارق يحبوا بزاف تاي تاعهم يكون حلو، يكثروا فيه السكر، والقور راكم تعرفوا ما يحبوش السكر بزاف. صافي ولاو ديما يطيبوا زوج، واحد حلو وواحد ناقص سكر. كنا كل يوم على الشيه في الليل قدام النار، هذه القعده، والتاي نطيبوه 3 فوا، نشربوا الاول الثقيل ومن بعد شويه خفيف ومن بعد الثالث خفيف. خلاص هذيك شغل حاجه ساكري، لازم تشعل النار باش ما يدوروش بينا الحشرات وما يدوروش بينا الحنوشه. الفطور تاع الصباح كنا ديما نوض ونلقاو ديجا الماء سخون، ونلقاو القهوه طايبه والحليب كاين. كنا نديرو حليب بودر صافي تخلطو غير بالماء السخون وتشرب. كان ديما كاين غاطو وقفريت، كاين التاي، زنجبيل. المهم كان عندنا كويزيني خاوتي ما شاء الله. الغداء كان ديما حاجه شويه خفيفه، كشان شغل تقدر تقول بافروا. كان يدير لنا ديما سلطة معها طون معها بيض، حاجه كيما هكا. ديفوا يدير لنا سباغيتي باستا، المهم حوايج خفيف اللي تاكلو. والفور هو العشاء، العشاء هو اللي بازي عليه باسكو يطيب منا. كان ديما تكون فيه لاسوب كوم اونطري، الله يبارك. كان ينوع لنا في لاسوب، مره سوب ليغوم، مره كل مره كيفاش لي سوب تاعو، حتى شوربه فريكو دارها. هذا النهار دار لنا هنا سباغيتي بلا صوص طوماط، قعدوا حايرين الكور، قعدوا غيري نقول لك ماكله في ديارهم ما كلاوهاش. دارنا العدس بالبيض، دارنا كلش ما خلى ما طيب. واحد النهار واحد من الكور قلنا والله غير كرهت من القهوه تاع الصباح ديما غاطو قفريت غاطو قفريت، نحوس النوع. شيف كوزيني قال لي اسمع، قال لي روح دير لهم الخبز على الجمر واعطي لهم الكونفيتير بالزبده، هكذا نبدلوا لهم وخلاص. وبالفعل عجبتهم الفكره، دير حط الخبز على الجمر ودير الزبده والكونفيتير وعق. هذه خاوتي اللي ما يعرفهاش هي الملة. الملة هي أكلة صحراوية وطيب البرة وطيب في الرمل، تجي تحت الجمر كما راكم تشوفوا فيه. هذا صالح خونا شوفير ومام طوي عاونها ويعجن الملة هذه، يعجنوها ويطيبوها بالفارينة ومن بعد يديروها تحت الجمر باش تطيب. هنا سي بون طابتها يقطعوا فيها. وهنا حبيت نوريكم الكوزينة برك كيفاش بإمكانيات متواضعة يخرج هذيك الماكلة، يعني يعطيه الصحة وخلاص. يعني ما عندوش إمكانيات كبيرة مي بصح كان يخدم. هنا هذه الملة هاي يديروها تحت الجمر، يديروها تحت النار وما يديروش فوقها الجمر، يديروها قدام النار وشوية برك جمر فوقها باش تطيب وما تحرقش. ومن بعد كي يكملوها يخرجوها ينفضوها مليح من الرمل هذاك باش يروح، ويقطعوها طرف 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 صغيره، ويديروا عليها واحد لاسوب تاعهم سبيسيال. ايوا زمان ولا تيك العاده حاضر بقوه، ومام طون الجماعه هاي طيب في العشاء، والجماعه الاخرين هاي تخلط في الهتاي. راكم تشوفوا في الجماعه من هي قاعدين يقطعوا في المله باش يديروها مرصوات صغار. وسيد علي خونا هاو يطيب في التاي، ويطيب واحد شوغر وواحد نو شوغر، واحد بالسكر وواحد بلا سكر. هاي الملة كي طيب يزيدو يديرو لها لاصوص تاعها باللحم، الله الله، يديروها كيما الشخشوخة عندنا تاعنا حنا في الشرق، وهي وشي يديروها بالكسرة هذيك اللي طابت تحت الجمر، ويديرو عليها واحد لاصوص بلا ليكيم.
النهار الاخر يا خويا ناض علينا الفونت صابل واش نقول لك، بصح عجبتني حاجه في الورق، ما ديروا جو ما تخلقوا ما والو. اخ نشوف قاعدين يغنوا والله ما على بالي. ديما كنا لازم نقاريو طوموبيلات هكا ندورو عليهم باش نغطيو علينا من الريح والفونت صابل ونديرو القاعده في النص. شو من زهرهم هاد المره كي ديناهم كان يعني زمان ماشي برد ماشي سخانه، تسمى بداو يخرجوا هذوك الحيوانات يعني شافوا ما شاء الله، لقاو السحليه لقاو الجمال، لقينا الجمال اللي وحدهم اللي هاملين وحدهم، لقينا الجمال تاع الناس، لقينا جمال صغار جمال كبار، حتى الجمال اللي لا كولور تاعو بيضاء ولقيناه. خاوتي واحد من لي كومونتير اللي لفت لي انتباهي بزاف، هي واحده قالت لا نريد سياحه الدعاره، حبيت برك نقول لها نجاوبها في فيديو ونقول لها بلي ماشي اي سياحه واي قاور يجي هنا لازم يشرب الخمر ولازم يدير الدعاره. نو احنا درنا الرحله تاعنا، ديجا كنا لي طونت قاسمينهم لي كوبل متزوجين عطينا لهم خيمه وحدهم، ولي سيليباتير كل واحده طفله واحده درنا لها خيمه وحدها، وراجل درنا له خيمه وحده، تسمى ما كانتش كاينه ولا اختلاط ولا دعاره ولا اي حاجه. كنا كل صباح كي نوضو حنا ونخليهم هما يلموا القش وش وفروا وتوارق يلموا القش، وحنا نديماريو نمشيو مع الجيد، كان عندنا واحد الجيد اللي ورينا ابي نديمارو حنا نمشيو، ومن بعد يلحقونا هما بلي كات كات باش هذيك هي نديرو تصاورنا في راحتنا، نشوفو مناظر اكثر. المهم عقبنا فيها واحد السيجور، شفنا واحد المناظر واش نقول لك. مع الليل العشيه كي نلحقو نحطو ديما لي طون تاعنا وين نباتو. وكل عادة لازم اللي يروح لتادرارت ويروح لجانات ويروح للصحراء هذيك لازم يروح يشوف النقوش ويشوف الرسومات تاع بكري هذوك، يشوف هذيك البقرة الباكية هذيك، لازم تفوت عليها المرحلة هذه. هنا فشينا الرواند ولحقنا البلاصة هذه اللي يسموها مول الناقة باش ما يصاب لي ولناش لي كات كات. مول الناقة هذه يا جماعة بلاصة روعة روعة، اللي راح لتادرارت لازم يروح المول الناقة، بلاصة يعني ما شاء الله الكور قاعدوا حائرين قاعدوا حالين فمهم. قلنا لهم حطونا انتم روحوا لكاسكات وحنا غادي نقعدوا هنا غادي نمشوها هذه كاع نمشوها. المهم كان معنا واحد صوار بروفيسيونيل درنا واحد لي فوتو، مازال درك ويتريتي فيه مازال ما خرجهمش، دوك غير يبعثهم لي راني نبارطاجيهم معاكم بالك نزيدو نديروا عليهم فيديو. كنا نمشيو ديما 3 كاسكات، الكاسكات الاولى اللي فيها الجيد والزوج الاخرين هام يتبعوا، ديما انا نمشي وين تعجبنا بلاصه نقولوا لهم حبسونا هنا نديروا دي فوتو. عامليك الرسومات والنحوتات في مول الناقة يعني والله غرك، احنا دي زالجيريان وبلايص كيما هادو ما شفناهمش. انا خدمت واحد 4 سنين في الصحراء، مي تروح خدام ماشي كيما تروح توريست، دوكا كي رحت توريست شفت الصحراء بشغل بعينين واحد اخرين، شفتها بطريقه واحد اخرى. يعني انا واحد من الناس وقعدت منبهر، خليهم هما القور قعدوا حايرين واش عندنا احنا في الصحراء تاعنا، الصحراء تاعنا روعه. هذه مول ناقة وحدها يعني متعه العين، صح فيها الرمله فيها ليدون فيها الجمال فيها الجبال كحلين فيها يعني متخلطين واحد لي كولور، ودي فوا نلقى واحد الرملة جايك شغل اورانج وتدخل في الجبال كحلين، يعني ما شاء الله وخلاص. هذا العلام تاع الجزائر حبيبتنا مع العلام تاع التشيك. وكيما قلت لكم كل صباح حنا كنا نديماريو نروحو نمشيو، ولي كات كات هامي يلحقونا باش يهزونا. انا لازم تمشي في الصحراء سينو الماكله هذيك اللي تاكلها في الليل وفطور تاع الصباح، انا هاو سوبرمان كان يحوس يطير ناض علينا الريح في اليامات الاخرين واش نقول لك وخلاص. هذه هي الصحراء، صحراء بلا فون صاب ما درنا والو. بوهديان في واد بوهديان
التي يعتبر من منطقة تدرارت مع السياح القادمين من تشيك. مرحبا بكم يا أيها الضيوف، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في منطقة تدرارت الغنية على التعريف، الغنية على التعريف على مستوى الوطني ومستوى العالمي. نعم، شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. Takže nám děkuje, vítejte. Vítejte tady u té stupně.